من أسرار الانتفاع بالصلاة انطباع صفات الرحمن على المصلي. من كثرة مداومة الإنسان على الحضور في حضرة الله ومواجهة الأنوار الربانية وهو حاضر القلب والروح، يحصل انعكاس لصفات الله على هذه الروح وعلى هذا القلب، فيخرج الإنسان من حضرة الله في الصلاة أكثر حلماً ورحمة ولطفاً وكرماً، ودي صفات ربنا اللي انطبعت عليه. عشان كده سيدنا النبي يقول: وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، كما في سنة الترمذي. عشان كده كان في تكوين ملفت للنظر للآيات في سورة الماعون، فأول السورة بدأ بالكلام عن الكافرين وآخرها انتهى بالكلام على المصلين. بدأت السورة بأحد أبشع صفات المشركين وهي القسوة على الضعيف اللي ملوش سند. قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. نزلت في أبو جهل رأس القسوة، وكان بيحرم الأيتام من موارثهم أو حتى من العطايا، لأن اليتيم ملوش حد يرد الجميل لأبو جهل لما يديله نصيبه في الميراث. يدع يعني يزق، امشي انت ملكش حاجة، يدع اليتيم. وما كانش عندهم المشركين رب يبتغون وجهه في عمل الخير، إنما حتى كرمهم كان من أجل المصالح. قال: ولا يحض على طعام المسكين. ما كانوش بيشجعوا بعض يكرموا المساكين، لأن المسكين ملوش حد يرد المكافأة، وحتى مش من بقية أهلي. ثم انتقل الكلام بعد الكلام على أبو جهل، ثم قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهنا لم يذكر كلمة المصلين قبلها كلمة الإقامة أو يقيمون أو أقاموا، قال: فويل للمصلين. يعني إيه عن صلاتهم ساهون؟ المفسرين بيقولوا يعني عن أثر الصلاة في الحياة ساهون. الصلاة ملهاش أثر في الحياة، وكأن القرآن بيلفت الإشارة إن من أعظم آثار الصلاة في الحياة إن الإنسان يبقى طيب، ما عندوش قسوة، زي الأمثلة اللي ذكرت في بداية السورة، إنه يعطي من أجل الله دون انتظار مقابل لوجه الله، زي ما سيدنا أبو بكر عمل بعد ما أعتق سيدنا بلال من ماله. فأبو سيدنا أبو بكر وقتها ما كانش مسلم، قال له: هل لا أعتقت من ينفعنا؟ وفي الرواية الأخرى الناس قالوا: ده هو أعتق بلال علشان بلال كان ساعده في حاجة له عليه يد، فنزل القرآن: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أبو بكر عملها لوجه الله. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: إنما أتقبل الصلاة، شوف أثر الصلاة بقى، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يصر على معصيتي وقطع نهاره في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة، ذلك نوره كنور الشمس، أكلأه يعني أحفظه، أكلأه بعزتي وأستحفظه ملائكتي وأجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة علما، ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة. الشخص اللي الصلاة بتعمل فيه تواضع ورحمة للخلق ومداومة على التوبة. عشان الصلاة تأثر في نفسيتك بالطريقة دي وينطبع فيك جوه الصلاة من أخلاق الرحمن، هقولك على كذا حاجة تعملها، طبعا وصى بها العلماء. يعني قال لك: صلي لأول الوقت. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله قال: الصلاة على وقتها، لأن لأول الوقت أنوار ما تخسرهاش بتأخير الصلاة. وأول الوقت هو التلت الأولاني، الظهر مثلا 12 والعصر 3، قسمهم 3 3، التلت الأولاني ده اسمه أول الوقت. حاول تصلي في الوقت ده، حاول أنك أنت تحضر في الصلاة بجسدك وقلبك حتى يستعد القلب لاستقبال أنوار الإله الذي يتوجه لك في الصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فاللهم يا رب اجعل صلاتنا أحب الأعمال إلينا كما هي أحب الأعمال إليك، واجعلنا حاضرين بأجسادنا وقلوبنا إذا وقفنا في الصلاة بين يديك.